انا بتعلم ليه الباترنز بتاعت الجيتار. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الجيتار والموسيقى بصفة عامة. النهاردة هجاوب على سؤال اتسأل لي كتير على القناة في التعليقات بتاعتكم، بس ما جاتليش فرصة ان انا اقدر اجاوب بالتفصيل زي ما انا هقول دلوقتي في الحلقة بتاعتي دي. احنا ليه بنتعلم السلالم وليه بنتعلمها في صورة باترنز؟ ليه بنتعلمها في صورة باترنز؟ احب افكركم بحلقات السلالم بتاعتنا، احنا شرحنا يعني ايه الفرق ما بين الباترن وما بين الكوردات وما بين المقامات، ويعني وضحنا التوضيح ده كله، فياريت ترجع لقائمة السلالم وهتلاقي فيها الحلقة بتاعت تعريف الباترن نفسها. باترن يعني بطرون، بطرون، عارف البطرون زمان كانت الناس لما تيجي تخيط هدوم زمان ما كانش فيه بقى جاهز كتير قد ما الناس كانت بتفصل عشان تيجي البدلة مظبوط، عشان كده تلاقي كل البدل اللي طالعة في الأفلام القديمة مظبوطة بالظبط على مقاس الفنان لأن كل حاجة تفصيل. باترن يعني البطرون، لأن هو مش هيجي يعمل بدلة وبعدين يخيطها وبعد كده يروح عمل بدلة تانية فيتقعد يفكر فيها من أول وجديد، لا خالص، هو عنده البطرون بتاعها بالمقاس بتاعه بيحطها على القماش تطبع على القماش ويقص القماش على الطبعة بتاعة الورق دوت اللي هو عاملها أساسا، بيسموها البطرون أو الباترن. طب ده معناه إيه؟ معناه إن الباترن ديت تركيب حركة صوابع، يعني 2 4 1 2 3 وهكذا ورا بعضيهم على الست أوتار. لو حفظت التركيبة ديت، يعني 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2 يطلع لي سلم ماجور. أنا عرفت منين الكلام ده؟ لأن دي باترن موجودة عندي على الجيتار حفظتها، دي لازم تحفظها، لحفظ ترتيب الصوابع على الباترن دي. الباترن لما تيجي تحفظها فيها عنصر مهم جدا اللي هو ايه؟ بداية النوتة بتاعتك بتاعة اسم السلم ده. يعني بمعنى ادق، لو انا عايز اعمل سلم الوتر السادس، النقطة بتاعتي منه بداية السلم بتاعي او اسم السلم، فانا بحفظ الباترنز اللي بتبدأ من الوتر السادس وتطلع لي السلم بتاعي. يعني في على سبيل المثال مثلا في باترن موجودة عندي اللي هي 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2، والواحد 2 3 4 دول صوابعي، صباع الاول الثاني الثالث الرابع، الرابع اللي هو الصغير. فلما انا بتحرك في الخانة الخامسة بالصباع التاني على الوتر السادس، ده اسم النوتة اللي هتبقى عندي بداية السلم او اسم السلم نفسه. فلو انا بدأتها من الله هتديني لا ماجير، لو بدأتها من السي هتديني سي ماجير. لو تلاحظ ان هو نفس السلم بس معمول من طبقة اعلى تون بالكامل، فدايما تبقى عارف النوتة اللي بيبدأ منها السلم في الباترن بتاعتك. في باترنز بتشتغل على الوتر السادس، وفي باترنز بتشتغل على الوتر الخامس، وفي باترنز بتشتغل على الوتر الرابع، وفي من التالت، وفي بتاخد نص باترن وتشتغل عليها. يعني في نص باترن مثلا الدو ماجير بالصباع الاول على الوتر التالت هتديني اكتاف واحد بس، بدأتها بالصباع الأول على الوتر الثالث. فأنا طول ما أنا عارف اسم النوتة اللي أنا بدأت فيها، يعني مثلا النوتة دي هتبقى مي، بس اللي مي ماجير، فأنا لو عرفت النوتة اللي أنا ببدأ بيها والباترن بتاعتي اللي بتصور لي السلم دوت، خلاص أنا بعمل كل السلالم اللي ممكنة عندي على مسطرة الجيتار. تمام، طب انا عاوز احفظ باترن واحده وخلاص اعمل بيها كل السلالم، ماشي انت ممكن تعمل كده، ولكن الباترن الواحده دي مثلا لو انا عايز اعمل سلم سول ماجير، فانا هعمله مثلا بالباترن بتاعتي اللي انا عملتها دي دلوقتي اللي هي من الوتر السادس. لو تلاحظ التون بتاعه غليظ شويه، غليظ شويه، انا عايز اعمل السلم السول ماجير بتاعي دوت من نوتي، عايزها من هنا. طب انا هجيبها ازاي ديت؟ يعني عايز مثلا السول نهايتي عندي مثلا تبقى هنا، شوف الفرق ما بين ديت وما بين دي مثلا. ولو انا عايز مثلا السول بتاعتي مثلا تبقى من هنا، we'll be right back.
الفرق بينها وبين دي؟ شوف الفرق بالطبقة دي، طبقة أعلى من الطبقة ديت. ده معناه إن لما بحفظ باترن تغطي لي مسطرة الجيتار أقدر أعمل سلم السول ده ماجير من هنا، وأقدر أعمل له امتداد هنا، وأعمل امتداد من هنا، وأعمل امتداد من هنا، فأنا بتحرك على مسطرة الجيتار أطلع التون اللي أنا عاوزه. في بقى حاجة كمان، أما تيجي تعمل سولو مثلا، أو تيجي تعمل ارتجال، أو تيجي تعمل حتة فيها مثلا سولو للجيتار مثلا، مش هتتحرك من حتة واحدة بس على طول، انت عايز تتحرك هنا. فانا عايز اتحرك على المسطرة عشان تديلي ابعاد مختلفة للسولو بتاعي. كل ما انا حفظت الباترنز بتاعت السلم هتلاقي حاجات عمالة تربط في دماغك. يعني انت هتبقى عندك مثلا الباترنز كلها مترتبة، لان الباترن بعدها باترن بعدها باترن بعدها باترن، وبتغطي كلها مسطرة الجيتار. فانت هتعرف الترتيب بتاعهم، تعرف مين الاولانية، ولو انت واقف هنا مثلا هتلاقي هنا الري، ده معناه السلم الري ماجور من هنا، وممكن تبقى من هنا. شوف انا اتحركت من نقطة من هنا، وانتهيت لهنا. يعني معناه ان انا اتحركت على مسطرة الجيتار كلها عشان ادي النوت بتاعتي اللي انا عاوزها بالطعم بتاعها بالطبقة بتاعتها اللي هتدخل معايا في السولو بتاعي. فايدة تانية مهمة جدا للي عاوزين بقى يفهموا موسيقى، اللي عاوزين يفهموا موسيقى ويبتدوا يوزعوا ويبتدوا يألفوا أغاني ويبتدوا يركبوا كوردات ويبتدوا يطلعوا الأغاني بنفسهم، يعني الناس اللي عايزة تعمل موسيقى لازم يفهم السيستم ده ماشي ازاي. احنا بنشتغل دايما على سلالم، بمعنى ان السلم الماجير ليه أبعاد معينة، بين النوتة الأولى والتانية تون، بين التانية والتالتة تون، بين التالتة والرابعة نص تون، بين الرابعة والخمسة تون، بين الخمسة والستة تون، بين الستة والسبعة تون، بين السبعة والأكتاف اللي هي النوتة التانية تون، واحد واحد نص، واحد 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 نص، تمام كده. دي المقاسات ديت لو طبقتها على أي نوتة في الدنيا اسمها عفريت، هتطلع لك السلم الماجير بتاع النوتة اللي اسمها عفريت. حط شيل أي نوتة وحطها، بس طبق المسافات ديت على الجيتار، تون تون نص، تون 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 نص، هيطلع لك سلم ماجير. كلام جميل جدا. لو انت دخلت على قائمة الهارموني بتاعتنا بتشرح ازاي نطلع السلالم الماجير نظريا لكل النوت بتاعت الموسيقى. احنا خلي بالك نوت الموسيقى بتاعتنا، احنا عندنا الدو والدو دييز والري والري دييز والمي والفا والفا دييز والسول والسول دييز واللا واللا دييز والسي والدو، فانت عندك عدد 7 مفاتيح بيضة وخمس مفاتيح سودة، يبقى 12 نوتة عندي اقدر اطلع بيها السلالم بتاعتها. تمام كده، خليك معايا، بس خليك معايا ما تتوهش مني. افرض واحد لطبقة المطرب مثلا، طبقة المطرب او طبقة المطربة، عايز او عايز المقطوعة دي اللون بتاعها والطعم بتاعها هيطلع من سلم سي ماجير، سلم السي ماجير. لو انت درست عندنا في دايرة الخمسانت اللي هتلاقيها في قائمة الهارموني، هتلاقي السي ماجير ديت فيها فا دو سول لا، الفا والدو والسول واللا ديزات، يعني بتلعب المفتاح الاسود بدل المفتاح الابيض، النظرية بتاعتهم كده، بتلعب المفتاح الاسود بدل المفتاح الابيض عشان يطلع لك المسافات بتاعت السلم الماجير. انا بقى هقعد على الجيتار عشان اطلع سلم السي ماجير، اقعد افكر سي دو، لا ده مش دو، مش دو عادي، ده هتبقى دو دييز، لان احنا قلنا الفا والدو والسول واللا ديزات. فانا لما هعزف مش هعزف الدو اللي بعدها على طول، لا هعزف دو اللي بعدها بتون. هقعد بقى انا افكر الدو دي دييز ولا دو عاديه، واقعد افكر في كل نوته. ده انت اساسا هتكون على ما عزفت 3 نوت من السلم بتاعك عشان تعمل عليهم الارتجال ده ولا تخش مع الفرقه، تكون الفرقه خلصت الاغنيه تمام. فلازم طريقه تسرع لنا ان انا اوصل للسلم دوت من غير ما افكر. فالطريقه ان انا اعرف ان هبدا سلم السي ماجير من النوته اللي هي بالوتر السادس بالصباع الثاني. انا ما عملتش مجهود، انا عملت السلم السي ماجير بس انا ما قعدتش افكر، انا ما فكرتش ان دي دو دييز، بس لما اتضغطت عليها لقيتها دو دييز ودي ري دييز.
فانا عرفت النوت بتاعتي اللي انا بعزفها من السلم اللي انا بعمل عليه الارتجال ده او بعمل عليه المقطوعه بتاعتي او بتاع، بدون ما افكر ان الدياذات مش هشغل نفسي بحاجه تعطلني وانا بشتغل. واخد بالك؟ انا عرفت نظريا ان اللي عايز السلم بتاعي يبقى من السي ماجير، وانا من نظريات الموسيقى انا عارف السي ماجير فيها ايه، بس مش شرط اعزفها وانا بعزف، اعرفها وانا بعزف دلوقتي. مجرد ان انا عرفت النوته اللي بدات منها السلم، الباترن نفسها بتوصلني للسلم الماجير دوت، بدون ما انا اعمل مجهود ان انا افتكر كل نوته عديت عليها بصوابعي على الجيتار تبعي. بالفوائد ديت، ده معناه ان الباترن دي مهمة جدا نحفظها، وكل ما انت حفظت عدد الباترن اللي يخليك تغطي مسطرة الجيتار، خلي بالك الباترن كلها بتبقى اوكتافين او اغلبها، فهتلاقي باترن مثلا احنا قلنا عليها دي ده اوكتافين، فانا ممكن ابدأها من هنا، فلو لقيت نفسي من هنا بدأت من هنا وانا في وسط السولو، مثلا الباترن التانية اللي مثلا انا هحفظها برضو النوتة بتاعتها الاساس بتاعتها بالوتر الاول او الوتر السادس بالصباع نمرة واحد، فالاول او السادس لان هما الاتنين نيهات. فانا عملت الباترن من النقطة اللي انا واقف عليها، فانا ممكن اخد جزء من الباترن بس، اخد جزء من الباترن، مش شرط اخد كل الباترن من فوق لتحت. فانا دايما ببقى عارف النوت بتتكرر، خلي بالك النوتة اللي بتتكرر في الوتر اللي فوق دوت بتتكرر بعدها بخانة بس، انزل للوتر التالت نط نطة بعدها، هيبقى يعني من الوتر السادس هتبقى دي لا، لو نزلت بعدها على الخانة من الخانة الخامسة عديت للخانة السابعة بس نزلت وترين هتبقى الوتر ري، هي لا برضو بس لا فوقها باوكتاف. يعني لو انا عرفت ان انا بادئ هنا منين، هعرف انا ابدا من هنا منين، واقدر اعمل من هنا الباترن بتاعتي اللي انا اقدر. واقدر اتحرك بمرونه على مسطره الجيتار. كل ما انا عزفت مقطوعات كتير وعملت ارتجال معاها واستعملت السلالم واشتغلت على السلم في الليله اللي انا ارتجلت فيها اول مره من هنا، وبعدين عملت من هنا، وبعدين خلطت ما بين الاثنين، وبعدين بداتها من ثالث وتر مش شرط ابدا من السادس، وبعدين بدات بعد كده اطلع هنا في الحته العاليه واعمل هنا في الحته الواطيه، وثبت مقطوعه معينه اتحرك عليها بالسلالم بتاعتك، مش شرط تعمل، اعمل كوردات ركبه مع الكمبيوتر، ركب اولى رابعه خمسه مثلا، اولى رابعه خمسه للسلم بتاعك اللي انت بتعزفه ده، واقعد اتمرن عليه اسبوع على الباترن ديت اولى رابعه خمسه، واعمل ارتجال عليها لمده اسبوع، هتلاقي نتيجه هايله جدا. بمرور 3 4 اسابيع تلاقي نفسك فريره، لانك انت ما هتعملها هنا من النقطه ديت، مجرد ما اقول لك اعملها لي من النقطه دي انت هتعمل حسابات هندسيه بس، انا اتنقلت من هنا لهنا، انا كنت بعمل صباعي الاولاني هنا وبعدين بطلع بالصباع الثاني وبعمل مش عارف ايه، وبعدين الباترن اللي بعدها ببدا من الصباع الثالث، انت دماغك حفظت السكه بتاعت مسطره الجيتار، مش هتحتاج انك انت تفهم انت بتدوس على ايه بالظبط في المرحله ديت. ممكن قدام بقى خالص لما تبقى الموسيقى دي ميه وبتمسك الجيتار اللي تعزف في ايدك كانك بالظبط بتغني بصوتك يعني، واخد بالك؟ دي بقى المرحله اللي بيوصل لها بقى العازفين العظام جدا وعازفين الجاز بصفه عامه. فابدأ بس بالبدايه ديت، هتلاقي نفسك المسطره بتاعت الجيتار بقت ميه بالنسبه لك. طيب واحد زي ويس مونتجومري مثلا بيقعد يفتكر دي دو دييز ولا دي مي ولا دي مش عارف ايه، ولا خالص الراجل ده عدى المرحله دي من زمان، ممكن ما يكونش حتى بيعرف يقرا نوته. تخيل احنا بنتعلم نوته وبنتعلم نظريات موسيقى عشان نحلل اللي عملوه العظماء دول من كتر عزفهم وخبرتهم وادائهم، وان هم فعلا قعدوا على الالات بتاعتهم من صغرهم، ولدرجه ان هم هضموها خالص وابتدوا يبدعوا بيها كانها، وهم موهوبين كمان، فالموسيقى بتطلع من جواهم حلوه، واخد بالك؟ فاحنا بنقعد نحلل العيال دي اللي عملت موسيقى حلوه دي عملتها ازاي، وده طلع من الاولى للرابعه وبعدين عمل عليها السلم الفلاني فطلع طعمها حلو فعملوها يا اولاد عشان هو عمل تعملوا زيه كده، واخد بالك؟ هم عباقره طبعا، هم ما فكروش هم بيعملوا كده، المزيكا بتطلع منهم يعني حاجه من تعبيرهم هم عن نفسهم يعني، واخد بالك؟ هتوصل للمرحله دي بس بعد ما تعزف كتير وتعزف حاجات كتيره لناس تانيه، وتتعلم على الاله بتاعتك لدرجه انك تهضمها كلها وتتحرك عليها وقت ما انت عايز بدون ما انت ما اي مشاكل خالص، تبدا بعدها موسيقى تطلع من جواك وتعبر بيها عن شخصيتك. اتمنى ان انا اكون وضحت احنا ليه بنستعمل الباترنز. الباترنز مهمه جدا، كل ما تحفظ الباترنز تغطي بيها مسطره الجيتار كلها
كده انت هتبقى على الطريق السليم. بعد كده تقدر تعمل بيها ايه بقى؟ هناخد ده في الحلقات الجاية بإذن الله، واشوفكم الحلقة الجاية.